عدد رهيب. هاي لما كنت معايا كل شيء الملف تحت على الواقع. معلش كده سجل الصوت. ما الموتى تحت الصندوق انت طالب؟ لا لا كده تمام. هم ماشيين قدام هاي ماشيين قدام الموتى. بس الناس نزلت تمام. ازاي يا جماعه مش كده ولا مش كده؟ لا جايه هنا بس تمام. هي جايه قدامنا تمام. خليك مكانك يا حاولوا بس تاخدوا مسافات عشان العدد بس. تنزلوا ولا ايه عشان بس الصورة؟ حضرتك هتنزل؟ وهو كله مشي شايفين يا جماعه ما بالشكل ده فعلا مش هينفع. من هينفع اخو ماما يا بابا هي غير اطلع حته عليك مش عارفه اطلع. اوعى محمد كده خليها تطلع تطلع فيها خالص. ما هو في باب عنده غلط. ممكن تاخد باب لو سمحت. هي جايه لا مش هينفع يا استاذ. خلاص خلاص يا جماعه لو سمحتوا خلاص. Thank you.
انتوا بس حاولوا تنزلوا كده شويه يعني تخلوا لي انا مكان. خليك مكانك كده. عشان احنا كمان نعرف نتحرك ممكن؟ اوه نراعي ده. انت جايب ها جايب ها ما انت شافه واقف خليك واقف هنا انت. بس احنا على الهوا وبعد كده شيروا انتوا براحتكم مش لازم يعني تصوروا كلكم. بصوا يعني قول لهم يعني ممكن يشيروا من الصفحة عندنا زي المرة اللي فاتت. لا داعي بصراحة لكل الناس اللي بتصور. احنا عاملين زحمة خالص. ممكن تخليه معيش بعد التليفون كده؟ نزل بس كمان بس عشان نصور نبات. قطع اللبن. قطع اللبن. معلش نزل التليفون شوية؟ معلش. يا جماعة حد يتدخل.
في الادب، هي اللي في الادب. ما ينفعش كده، ما ينفعش. وفي خناقه دي ولا ايه؟ ما يجري بتاع جدعان ورا كل واحد يجي يرجع نفسه. يا بابا ممكن تصير من صفحة القاهرة 24 زي المرة اللي فاتت، وحضرتك ممكن ما تصوره. لا داعي والله، بديهم معلش انك يا استاذ احمد مشاوره زي المرة اللي فاتت. هو كده اللي انت على الصحة كلها عارفين مشاوره. خليك يا بابا هنا، خليك في نفسك. مفيش مكان هتعدي منين. ايه ده؟ طيب ما ننفذ بقى على المقابر عشان يبقى فيه هيصلوا الجنازة، هيصلوا في قدام المسجد يعني؟ طيب تمام. بعدين اصلا المقابر ضيقة مش كبيرة. بدأوا كده؟ بس استاذ عبد الوهاب والده
له فوق امك لو هذا السبب. هل انسى نوط الجنازه على شهيد الغربه هاني عبد التواب محمد سعد عرمس بقريه